أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية لتداعيات الأحداث في أوكرانيا في يومها الثامن. آخر التطورات كانت من كييف، حيث دوت صفارات الإنذار مجددا في العاصمة الأوكرانية صباحا بعد غارات جوية ليلية وصفت بأنها الأعنف منذ بدء العمليات الروسية في أوكرانيا. وقد نشدت السلطات سكان العاصمة التوجه إلى الملاجئ، فيما أفادت وسائل أمن أوكرانية بوقوع عدة انفجارات. وانتشرت القوات الروسية في مدينة خرسون، وكان عمدة المدينة قال إن القوات الروسية اقتحمت مقر مجلس المدينة، وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة انتشار جنود يرتدون شارات بيضاء ويقومون بدوريات في شوارع خرسون. وقد أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مقتل واحدة من أعضائها خلال قصف مدينة خاركيف الأوكرانية. وقالت المنظمة في بيان أن الضحية مارينا فينينا كانت تعمل مع بعثة مراقبة المنظمة في أوكرانيا ولقيت مصرعها بينما كانت تحصل على إمدادات لعائلتها. هذا ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته إلى وقف إراقة الدماء فورا وسحب القوات الروسية من أوكرانيا. ليلة أخرى عنيفة شهدتها العاصمة كييف على دوي صافرات الإنذار وغارات جوية هي الأعنف منذ بدء الهجوم الروسي. الغارات لم تستهدف العاصمة التي طالبت سكانها بالتوجه فورا إلى الملاجئ، بل طالت أيضا مدنا مثل لفيف وأوديسا وغيرهما. أما برا فأفادت معلومات بأن القوات الروسية بصدد إعادة تنظيم صفوفها مع تسجيل سقوط خيرسون أول مدينة استراتيجية كبيرة في أوكرانيا. رئيس بلدية المدينة ناشد القوات الروسية عدم إطلاق النار على المدنيين، متوجها بدوره إلى سكان خيرسون طالبا منهم عدم الخروج إلى الشوارع نهارا وعدم التجمع. وفي تطور لافت حذر وزير الأمن الوطني من خطأ رهان روسيا على أن القوات الأوكرانية ستكتفي بالدفاع، ملمحا ضمنا إلى استهداف روسيا. ومع غياب أي إحصاءات دقيقة ومحايدة لحجم الخسائر لطرفي النزاع الروسي والأوكراني، أفادت وزارة الدفاع الروسية بحصيلة جديدة للهجوم. 498 روسيين военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения. وفي ظل اشتراط الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا فتح باب الدبلوماسية مقابل خفض التصعيد، تبدو مدن أوكرانية عدة بينها أحياء في العاصمة كييف شبه منكوبة بسبب الدمار الكبير الذي لحق بشوارعها ومبانيها، مع موجة نزوح تقدر مفوضية الأمم المتحدة للاجئين عددهم بنحو مليون منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. إذن وزير خارجية فرنسا يخشى أن يكون الأسوأ قادما في الحرب الأوكرانية، هذا حسب آخر الأخبار العاجلة. على كل حال ينضم إلينا من كييف مراسل العربية حذيفة عادل. حذيفة، آخر التطورات الميدانية لديك. أهلا بك إبراهيم. في العاصمة كييف كانت ليلة عصيبة جدا، حيث وصلت المعلومات إلى السكان إلى الجميع بأن سيكون هنالك استهداف واسع النطاق في هذه الليلة، ولذلك هرع الجميع إلى الملاجئ في هذه الليلة، وكان الناس يعني كنا في الملجأ ورأينا كيف هي يعني كيف هو الخوف في عيون الناس، جميعهم كانوا قلقين جدا، لم ينم أحد طول الليل، الجميع كان يترقب هذه الليلة بأنها ستكون الأعنف والأقوى. وقعت 4 انفجارات وتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة، لا نعلم عدد الضحايا وال يعني الاستهداف ما الذي تم استهدافه بالضبط، ولكننا نعلم أيضا أن كان هنالك استهداف بالقرب من مبنى التلفزيون الذي تم استهدافه، ولكن يعني لم يصب بالكامل، وهنالك ايضا قذيفه اخطات الهدف، كنا بالامس هناك ابراهيم ورصدنا احدى القذائف التي وقعت بالقرب من مبنى التلفزيون ولم تصبه والاخرى اصابته، ويبدو ان هنالك استهداف ثاني لنفس المنطقه ولكنه اصاب مدرسه قريبه من مبنى التلفزيون، المرجح ان هذه القذيفه كانت يستهدف بها مره اخرى مبنى
التلفزيون. أيضا كانت وزارة الخارجية الأوكرانية دعت الاتحاد الروسي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في خاركوف وسوبي، وهما المنطقتين اللتان تشهدان يعني قتالا عنيفا وقصفا واسع النطاق. وكانت هذه المناشدة حتى تتمكن من ترتيب إجلاء السكان المدنيين، هذه هي الدعوة، أنهم يرغبون في إجلاء السكان المدنيين بمن فيهم الطلاب الأجانب في المدينة. وطبعا سوبي، مدينة سوبي هي مدينة طلابية من الدرجة الأولى في أوكرانيا، وأوكرانيا طبعا في اقتصادها تعتمد بشكل كبير على الاستثمار في التعليم، ولذلك يوجد عدد كبير جدا من الأجانب يدرسون هنا في أوكرانيا، وخاصة مدينة سوبي جامعة البوليتيخ يدرس فيها عدد كبير جدا من الطلاب. إذا هنالك عدد من الطلاب الموجودين الآن العازقين في سوبي، وتحاول الخارجية أن يعني أن يتم وقف القصف لفترة حتى تستطيع إجلاء هنالك طلاب من الهند ومن باكستان ومن الصين ومن دول أخرى الآن غير قادرين على المغادرة، كما وصفت السلطات الأوكرانية أن الصواريخ البربرية التي تسقط بصورة عشوائية من قبل الاتحاد الروسي في المناطق السكانية والبنية التحتية المدنية. طبعا قالت الحكومة أنها على استعداد لمساعدة الطلاب الأجانب على الانتقال من خاركوف ومن سومي إذا التزمت روسيا بوقف إطلاق النار وترتيب عمليات الإجلاء عبر المدن التي من المدن التي تتعرض للقصف الروسي والغارات الصاروخية. ماذا عن كييف؟ تحدث لنا عن سومي وخاركيف، لكن ماذا عن كييف؟ كانت بعض الأنباء تتحدث عن أنه يمنع على الرجال مغادرة العاصمة الأوكرانية، لكن هل ما زال مسموحا للنساء والأطفال بالخروج؟ نعم، يعني لم يصدر بيان أي بيان رسمي بعدم مغادرة الرجال بكييف، لا يوجد يعني هذا الأمر لم نسمعه من الناس ولا من السلطات أنه يمنع مغادرة الرجال. الآن المغادرة هي مسموحة للجميع، عدم مغادرة الرجال غير مسموح فقط من حدود الدولة أوكرانيا، يعني يمكن للشخص أن يغادر إلى الحدود ولكن في الحدود يمنع من الخروج من أوكرانيا. فالمغادرة هي مفتوحة. بالأمس كنا في الطريق الدائري وشاهدنا كيف يخرج الناس رجالا ونساء بسياراتهم، وأيضا في محطات القطار أيضا ذهبنا إليها، وأيضا رأينا الناس تخرج بشكل طبيعي، لا أحد يمنع من الخروج بشكل عام. هنا في العاصمة كييف الوضع طبعا يعني هنالك زيادة في الانتشار والكثافة لنقاط الارتكاز للقوات المسلحة الأوكرانية ونقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة ويشرف عليها المقاومة الشعبية أيضا. فهنالك ارتكازات واسعة النطاق في الطرق التي يمكن أن تكون مداخل للمدينة وكل الطرق الرئيسية في المدينة وحتى الفرعية، هناك ارتكازات قتالية وهناك شبه خنادق، هي ليست خنادق محفورة ولا إنما مصنوعة صناعة بالمصاطب الخرسانية وبجوالات الرمل. فهناك استعدادات كبيرة جدا لقدوم أي قوات داخلة إلى المدينة، ويبدو أن الخطة الدفاعية ترتكز على إعاقة، وهناك طبعا الجسور في العاصمة كييف، هناك عدد كبير من الجسور الصغيرة أيضا، هذه الجسور هي مغلقة وفيها سؤال يعني أخير حذيفة، إلى أي مدى ما زالت السلطات في كييف قادرة على تأمين المتطلبات الأساسية وخدمات الدواء وأيضا خدمات الماء والكهرباء؟ نعم، جميع الخدمات الأساسية هي تقدم بشكل طبيعي جدا، الماء والكهرباء وكل شيء، ولكن طبعا في مسألة المواد التمويلية هنالك يعني لا أقول أنها غير موجودة، هي موجودة ومتوفرة، ولكن يعني الحصول عليها عليك أن تقف في صف طويل، يعني تنتظر حتى يعني تستطيع الدخول إلى السوبر ماركت لشراء احتياجاتك، وكذلك في الصيدليات لأن نسبة الإغلاق عدد كبير منها، يعني المفتوح منها قليل، ولذلك هنالك ازدحام في هذه المراكز التجارية، لكن كل الخدمات تقدم حتى هذه اللحظة بشكل كبير. وطبعا تعلم إبراهيم أن الشعب الأوكراني هو شعب مزارع في المقام الأول، لذلك احتياجاته الرئيسية الأساسية ويقومون بزراعة جميع أنواع الخضار، ويتم تجهيزها من الصيف ويتم تخزينها للشتاء، لذلك أيضا هم لديهم من المؤونة الكافية التي يمكن أن يعني تعينهم في هذه الظروف. شكرا جزيلا على كل هذه الإحاطة حذيفة عادل مراسل العربية، كنت معنا عبر الهاتف من كييف.
أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن الجيش الروسي بات يسيطر تماما على خرسون، وأكد إيغور كوليخييف رئيس بلدية المدينة أنهم لم يكونوا عدوانيين ولم تكن لديهم أسلحة. وأوضح كوليخييف بأن البلدية تواجه صعوبات كبيرة في جمع الموتى ودفنهم وإيصال الطعام والأدوية وجمع القمامة، وتابع: لم أقدم أي وعود للروس وطلبت ببساطة عدم إطلاق النار على الناس. كما أعلن رئيس البلدية أنه فرض حظر التجول الليلي في المدينة وقيودا على حركة السيارات. وتنضم إلينا موسكو مراسلة العربية كاتيا طعمي. أهلا بك كاتيا. بداية لو تطلعين على ما تضمن بيان الخارجية الروسية الذي أكد بأن روسيا لا تنوي قطع العلاقات مع واشنطن، لكن وصفت هذه العلاقات بأنها وصلت إلى أدنى مستوياتها. صباح الخير إبراهيم. بالفعل الخارجية الروسية كانت قد أعلنت أن العلاقات بين البلدين أو بين مع واشنطن هي في أدنى مستوياتها عبر هذه الفترة الأخيرة، ولكن هي عادت وقالت أنها لا تنوي أن تقطع هذه العلاقات الدبلوماسية. في وقت سابق أيضا كان وزير الخارجية الروسي قال أن بلاده لا حتى الآن هي منفتحة على الحل الدبلوماسي لهذه الأزمة والحوار الاستراتيجي مع الغرب. طبعا كان قد تحدث في وقت سابق وزير الخارجية الروسي عن إمكانية سحب طبعا الترسانة النووية الموجودة على الأراضي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بحث موضوع الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. روسيا كانت قد قالت أن على أراضيها لا توجد مثل هذه الصواريخ. طبعا بالإضافة لذلك اليوم كان هناك بالإضافة إلى ذلك كان هناك بيان لوزارة الدفاع أريد أن أشير إليه، كانت قد قالت أن القوات الانفصالية تقوم الآن هي بمحاصرة مدينة ماريوبل التي طبعا الأعمال القتالية هناك جارية. كان الانفصاليون قد قالوا أنهم سيقومون بقصف مواقع تابعة للقوات العسكرية الأوكرانية في هذه المنطقة، ولكن أيضا من جانب آخر كان تم فتح طرق إنسانية لخروج المواطنين من هذه المنطقة، ولكن أعادت وقالت الدفاع أن القوات الأوكرانية تقوم باستخدام المدنيين هناك كدرع بشري. هذا من جانب آخر كانت أعلنت الدفاع أيضا يوم أمس أنها قامت بإجلاء 140 ألف مواطن أوكراني من الأراضي الأوكرانية إلى الأراضي الروسية. طبعا هؤلاء المواطنين هم مختلفين، ليس من منطقة لوغانسك ودونيتسك الانفصالية، هم من المنطقة الأوكرانية، من الأراضي الأوكرانية إلى الأراضي الروسية. تم نقلهم يوم أمس. إقليم دونباس. ليس من دونباس، من الأراضي الأوكرانية وليس من إقليمي دونباس ودونيتسك الانفصاليين. طيب الآن ماذا عن التطورات العسكرية؟ هل صدرت أي بيانات جديدة توضح إلى أين وصلت؟ وكيف كانت ردود الفعل داخل روسيا على إعلان وزارة الدفاع مقتل نحو 500 من الجنود الروس وإصابة نحو 1500 خلال أسبوع من العمليات العسكرية؟ نعم بالإبراهيم، بالفعل يوم أمس ولأول مرة كانت الدفاع تكشف عن عدد القتلى الذين وقعوا في صفوفها يوم أمس. قالت أن هناك 500 قتيل و1500 جريح في صفوف القوات الروسية. طبعا هذا هو العدد الأقل من العدد الذي تم تداوله في وقت سابق، سواء كان من الجانب الأوكراني أو عبر وسائل الإعلام. كانت الأرقام تشير إلى نحو 3000 قتيل كانوا قد قتلوا بين صفوف القوات الروسية، ولكن بالطبع هناك شارع. لكن هل خلف هذا الأمر أي ردود فعل في الشارع؟ هل كان هناك ربما حالة تململ أو اعتراض على سقوط ضحايا؟ بالتأكيد إبراهيم، كما تقول هناك حالة تململ وهناك رغبة بإيقاف هذه العمليات العسكرية. شارع روسي منذ أول يوم بدأت فيها العملية العسكرية هو خرج إلى الشارع وطالب بإيقاف هذه العمليات العسكرية. هناك طبعا غضب بسبب وقوع قتلى بالصفوف المقاتلين، لأن روسيا كانت قد
منذ البداية أنها ستقوم في عملية سريعة لقصف بنية تحتية عسكرية تابعة للجيش الأوكراني، والآن خلفت وراءها هذه العملية قتلى. كان هناك مطالبة من النساء أو من أمهات طلبوا بإعادة أبنائهم، كانوا قد خرجت بعض الأمهات وطلبوا بإعادة أبنائهم الذين من أوكرانيا الذين ذهبوا إلى أوكرانيا. دعيني فقط أستفيد من وجودك لتطلعيني على موضوع مغادرة الرعاية الأجانب من موسكو. كان هناك دعوات أخيرة كان من فرنسا التي طلبت مواطنيها بالخروج من روسيا. هل هناك حالة خروج من روسيا وكيف تتم في ظل الحظر الجوي المفروض على في عدد كبير من الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة على الطيران الروسي؟ نعم، دول كانت قد طالبت رعايتها، ليس فقط فرنسا، وأيضا واشنطن طالبوا رعاهم مغادرة روسيا فورا، حتى أن بعض وسائل الإعلام التي تم حظرها في حظر عملها أو ممكن أن يتم حظر عملها كما تعلم ردا على حظر RT في الاتحاد الأوروبي، قد يكون هناك أيضا رد مماثل من الجانب الروسي. حتى الآن لم يخرج الجانب الروسي ولم يغلق وسائل الإعلام الأوروبية، ولكن هذا أيضا ممكن أن يحصل في القريب المستقبل القريب. لذلك الدول الأوروبية تقوم تطلب برعاها بمغادرة روسيا. هناك طبعا صعوبة في التنقل بسبب الآن حجب جميع 36 دولة، أيضا روسيا كانت قد أغلقت المجال الجوي أمامها، لذلك هناك صعوبة في خروج المواطنين من هنا. تقوم البعثات الدبلوماسية بتنظيم رحلات أو العمل على تنظيم رحلات لإجلائهم من هنا. بالإضافة لذلك من جانب آخر، الخارجية الروسية والشركات السياحية بالإضافة إلى شركة أيروفلوت الروسية تقوم الآن أيضا بالعمل على إجلاء الرعاية الروس من العالقين خارج روسيا بسبب إغلاق المجالات الجوية. سؤال أخير إذا سمحت لي كاتيا، فقط هل ما زال هناك إمكانية الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية أم أنه بالفعل تم حجبها في روسيا؟ نعم إبراهيم، كما تقول بالفعل لا يمكن الوصول، لا نستطيع الدخول إلى فيسبوك أو دخول إلى تويتر، لا يعملون الآن في روسيا. وإذا أضيف إلى ذلك اليوم تم حجب أيضا قنوات بث تابعة للمعارضة الروسية، بالإضافة إلى إذاعة تم إغلاقها اليوم، تم قرر المدعي العام إغلاق الإذاعة اليوم، بالإضافة إلى قناة دوشت وهي معروفة أنها تابعة للمعارضة الروسية تم إغلاق بثها. واليوم المدعي العام كان قد طلب من جوجل أن يحذف التطبيق التابع لهذه القناة لإزالتها من المواقع، تم إلغائها أو سيتم إلغائها في المستقبل القريب. هذا ما تقوم روسيا الآن على مستوى الوسائل الإعلامية، هي تقوم بالتضييق عليهم وتحاسب القنوات التي تقوم بنشر معلومات هي تكون مخالفة للمصادر الرسمية التابعة. شكرا جزيلا لك كاتيا طعمة على كل هذه التفاصيل، مراسلة العربية كنت معنا عبر الهاتف من موسكو. فقط نجمل بعجالة أبرز ما تضمنه بيان الخارجية الروسية الذي قال بأنه حاولنا منع التصعيد لكن الغرب لم يساعدنا. قبل ذلك أكد استعداد موسكو لمواصلة الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي، وأكدت الخارجية الروسية بأنها لا تنوي قطع العلاقات مع واشنطن، لكنها قالت نحافظ على وجود قنوات اتصال مع الدول الغربية، ووصفت العلاقات مع واشنطن بأنها وصلت إلى أدنى مستوياتها. ميدانيا تهاجم قوات الجيش الروسي مدينة ماريوبل الأوكرانية من الشمال والجنوب وسط قصف متواصل من المدافع والصواريخ، فيما سمح للمدنيين بالخروج عبر ممر آمن باتجاه الشرق. دوي إطلاق القذائف والمدفعية ورشقات الرصاص لم يتوقف منذ اليوم الأول لشن الهجمات الروسية على المواقع الأوكرانية. الجنوب الشرقي لم يكن بعيداً عن وطيس المعارك وتحديداً في منطقة بحر آزوف، فالقوات التي خرجت من شبه جزيرة القرم وقوامها يصل إلى 600 آلية عسكرية حسب مراقبين تقدمت شمالاً باتجاه مدينة ماريوبول الاستراتيجية حيث ميناء أوكرانيا الرئيس على بحر آزوف. وبينما تتعرض المدينة لقصف صاروخي مستمر وقذائف المدفعية الثقيلة التي لم تتوقف،
تقول السلطات المحلية وسكان ماريوبول إن الوضع في المدينة آخذ في التدهور من ساعة إلى أخرى، ويتهم رئيس البلدية فاديم بويتشينكو القوات الروسية أنها منعت المدنيين من الفرار. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف إن جميع المدنيين الذين يرغبون في مغادرة ماريوبول يمكنهم الخروج لأسباب أمنية باتجاه الشرق في ممر آمن. وتعد السيطرة على ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها نحو 410 آلاف نسمة أمراً استراتيجياً بالنسبة لروسيا، لأنها ستسمح لها بالربط بين قواتها في شبه جزيرة القرم وتلك الموجودة في المناطق الانفصالية في دونباس. هذا وتعطلت وسائل النقل العام في المدينة وانقطعت الكهرباء عن بعض الأحياء منذ يوم الجمعة الماضي، وتمتد طوابير طويلة أمام المحلات التجارية القليلة التي ظلت مفتوحة بحسب سكان. طلعت موسى، العربية. أعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيباشر على الفور في فتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب محتملة في أوكرانيا بعد تلقي المحكمة الجنائية طلبا موقعا من 39 دولة عضو بالمحكمة للتحقيق في جرائم حرب. وأكد المدعي العام أن مكتبه ماض في فتح تحقيق حول الوضع في أوكرانيا للفترة من 21 من نوفمبر 2013 وما بعدها، بما يشمل أي مزاعم عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية ارتكبت في أي جزء من أراضي أوكرانيا من قبل أشخاص أو جهات. كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأن بلاده لن تفرض عقوبات على روسيا وأن العلاقات مع روسيا كانت متوازنة وعادلة لفترة قريبة جدا، مشيرا إلى أن الحرب خلقت وضعا جديدا. أوربان أبدى استعداده لمساعدة كييف لإجراء محادثات مع موسكو، مضيفا أن بودابست ستوفر الدعم الإنساني وستستقبل جميع اللاجئين من أوكرانيا، كما دعا الأوروبيين لإنشاء صناعات دفاعية بدلا من الاعتماد على الولايات المتحدة. انضم إلينا من واشنطن الخبير في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية إيهاب عباس. أهلا بك سيد إيهاب. يبدو أن موقف المجر لا يسعد واشنطن كثيرا، والتي تحاول أن يعني توجد جبهة كبيرة في مواجهة روسيا. إلى أي مدى هذا الموقف للمجر؟ هناك مواقف أخرى في أوروبا تشبهه لكنها إلى الآن غير معلنة. أهلا بحضرتك، صباح الخير وصباح الخير لكل المشاهدين. الموقف المجري ليس بجديد في الواقع في اتجاه الولايات المتحدة، خاصة عندما نتذكر فترة الرئيس السابق دونالد ترامب وعلاقته المتوترة مع حلف الناتو، والذي كان يطالب الحلف دول الحلف بأن تخصص كل دولة ما قيمته 2.5% من ناتجها القومي لميزانية الدفاع في حلف الناتو. امتعضت الدول الأوروبية آنذاك ورفضت هذا المقترح، وانشغل ترامب بعد ذلك بأمور كثيرة وكورونا وخرج من البيت الأبيض. جاء بايدن رجع مرة أخرى إلى الحضن الأوروبي كما هو قال، وبدأت الملفات الساخنة تدخل البيت الأبيض الواحدة تلو الآخر، وانشغل بها بايدن وصولا إلى الأزمة الأوكرانية التي نعيشها الآن. لكن ما زالت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في عمقها الحكومي رغبة في أن تشاهد أوروبا تدفع في ميزانية الدفاع حلف الناتو بنفس المقدار الذي تدفعه الولايات المتحدة. أمريكا بمفردها تدفع ما قيمته ما يصل تقريبا يعني وهذا يتفق مع ما قاله. يعني هو قال انه الاوروبيين بحاجه لانشاء صناعات دفاعيه بدلا من الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحده، وهذا لا يختلف مع هذا الطرح. صحيح صحيح. هو طبعا امريكا من مصلحتها ان دائما تبقى اوروبا تحت عباءتها، لكن الانظمه العسكريه الاوروبيه برغم من انها متطوره الا انها لا تجابه الاله العسكريه الامريكيه، وهي الوحيده التي تستطيع ان تقف امام روسيا وقدرتها العسكريه. اذا اوروبا تحتاج في هذا التوقيت بالفعل كما قال رئيس الوزراء المجري، وهو جريء جدا في توقيت يعني كل العالم يفرض عقوبات فيه وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، يخرج هو ويغرد خارج السرب ويؤكد أن علاقاته طيبة مع روسيا وأنه يقف هي دولة حدودية يعني مع أوكرانيا، وبالتالي هناك ربما مخاوف ما إذا
وصل الجيش الروسي إلى غرب أوكرانيا، بالتالي هناك إمكانية لحدوث مشاكل مع المجر، والمجر لا تريد مشاكل، هي عرضت وساطة. وهذا يحلني إلى ربما قضية أخرى. قبل قليل استعرضنا بيان للخارجية الروسية، رغم أنه وصف بأن العلاقات الأمريكية الروسية في أدنى مستوياتها، لكن قال بأنه تبقي روسيا على قنوات اتصال. هل يمكن اعتبار هذا البيان للخارجية الروسية بمثابة إعلان إمكانية عقد محادثات ولو من أي نوع ما مع توجه وزير الخارجية الأمريكي إلى أوروبا اليوم؟ طيب، قبل أن أجيب على هذه النقطة أوضح فقط أن المجر هي صحيح دولة حدودية لكن اتخذت موقف مغاير. هناك بولندا دولة حدودية، رومانيا دولة حدودية، ولكن يقفان مع الناتو والاتحاد الأوروبي. فيما يتعلق بسؤال حضرتك والعلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوى كما وصفت من الدبلوماسيين الروس، طبعا بكل تأكيد يجب الحفاظ على شعرة معاوية بين روسيا والولايات المتحدة. لا يجب أن يكون هناك قطع للعلاقات نهائيا، وهما يدركان ذلك تماما، لأنه في أي مرحلة من المراحل من الممكن أن يتم التفاوض ورحلات مكوكية بين وزيري الخارجية ولقاءات ومقابلات ولقاءات مع السفراء إلى آخره. لكن إذا ما تم هذا التواصل، إذا ما انقطع هذا التواصل بشكل كبير، سيؤدي إلى بطء شديد جدا في إمكانية أن يتفق الطرفان على أي من المخرجات السياسية والدبلوماسية خلال الفترة القادمة إذا ما سنحت الفرصة لهذا اللقاء. إذا لم يتم اللجوء إلى هذا الخيار، هل ستؤسس هذه الحرب لتوازن قوى جديد يعيدنا إلى سنوات الحرب الباردة، أو ربما ترسيخ فكرة القطب الواحد بناء على نتائج هذه الحرب؟ حتى يكون لدينا قطبان كبيران، يجب أن يكون كل قطب يتمتع بعدد من المعطيات، على رأسها السياسية والعسكرية والاقتصادية والكم الكبير من العلاقات المستقرة مع الدول الأخرى. هذه المعطيات الأربعة التي ذكرتها تتوفر في القطب الغربي، تتوفر لدى الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها الأوروبيين، لكن في روسيا لا تتوفر هذه المعطيات كلها. تتوفر المعطيات العسكرية، أي نعم، السياسية موجودة وعلاقات مع عدد كبير من دول العالم صحيح تتأثر اليوم، لكن اقتصاديا روسيا بحد ذاتها هي ليست هشة اقتصاديا، هي قوية لكن ليست بقوة الاتحاد الأوروبي والغرب والولايات المتحدة. تحتاج إلى داعمين اقتصاديين آخرين، وتحتاج أيضا إلى داعمين عسكريين آخرين، وأكيد حضرتك تعلم ماذا أقصد، يعني الصين. بالضبط، الصين يجب أن تكون شريك لروسيا. لكن وهذا ما إلى أي مدى سيؤسس هذا لحالة استقطاب دولي جديد وربما إعادة رسم خارطة التحالفات، وبناء على ذلك قد يكون هناك قطب جديد على غرار الاتحاد الأوروبي يكون مكون من روسيا أو اتحاد روسيا والصين؟ هل هذا الأمر وارد أم لا؟ طبعا الاستقطاب سيكون حاضرا بكل ما تعنيه الكلمة. وإذا ما شهدنا جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تم فيها التصويت على إدانة الأفعال الروسية، ستجد أن هناك 35 دولة صوتوا ضد القرار وامتنع، 35 دولة امتنعت وخمس دول صوتت ضد القرار، إذن هناك 40 دولة. هذه الدول الأربعين من بينها دول قوية جدا اقتصاديا وحتى على مستوى التعداد البشري، يعني الصين الهند لوحدهما يشكلان تقريبا ثلث العالم بتعداد البشر لديهم ما يقرب من 2.5 مليار وربما يزيد، قوة اقتصادية جبارة ورهيبة جدا. هناك جنوب أفريقيا، هناك دول أخرى كثيرة صوتت، هناك دول عربية وقفت على الحياد معظمها بشكل كبير. إذن من الممكن لروسيا والصين إذا ما استطاعوا أن يشكلوا حلفا اقتصاديا تحديدا يؤمن التبادل التجاري بينهما وبين عدد كبير من الدول العربية، واستخدام نظام SPFS الذي أنشئ كبديل لنظام سويفت لتحويل الأموال، عندها نستطيع أن نقول أن العنصر أو المعطى الاقتصادي قد توفر مع العسكري. في ذلك التوقيت نستطيع أن نقول أن هناك قطب يتشكل بجانب أو موازي في مواجهة القطب الغربي. نعم. بالفعل يستطيع أن يقف في وجهه. شكرا جزيلا على وجودك معنا، الخبير في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية إيهاب عباس، كنت معنا مباشرة من واشنطن.
اعتبر البيت الأبيض أن تصويت 141 دولة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يستنكر العدوان الروسي على أوكرانيا ويطالب بالانسحاب الفوري والكامل لجميع القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، اعتبر أن هذا التصويت يعكس الغضب الدولي من الهجوم الروسي في أوكرانيا. كما اعتبر بيان البيت الأبيض أن نتيجة التصويت تعكس رفض العالم للأكاذيب الروسية وأنه دليل على أن الغالبية العظمى من دول العالم تدرك أن عدم مواجهة ما وصفه بروسيا البوتينية سيؤدي إلى تفاقم الفوضى والعنف حول العالم. كما أشار بيان البيت الأبيض إلى أن روسيا كانت معزولة عن العالم في جلسة التصويت ولم تحظى سوى بدعم 4 دول استبدادية، في إشارة إلى كل من سوريا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا وإريتريا. أما وزير الخارجية الأمريكي الذي يزور أوروبا اليوم انطلاقا من بروكسل فقال إن واشنطن منفتحة على محادثات أمنية مع روسيا لكن يجب خفض التصعيد، مضيفا أن روسيا قدمت مبررات زائفة لإطلاق الحرب على أوكرانيا في حين أعلنت بريطانيا استعدادها لتخفيف العقوبات إذا أوقفت روسيا هجومها. Has cited the need to protect against an imaginary threat to Russian ethnic and Russian-speaking peoples. How is assaulting and bombing the population of Kharkiv, again, one of the largest Russian-speaking cities in Europe, advancing that purported goal? وانضم إلينا موسكو الكاتب الصحفي رائد جبر. أهلا بك سيد رائد. بداية، هل باعتقادك توصيف البيت الأبيض لموسكو بأنها معزولة هو توصيف دقيق للحالة التي تمر بها أم لا؟ يعني هو إذا أخذنا في الاعتبار التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذا حال يعني حال التأجيج الدولية ضد التصرفات الروسية في أوكرانيا، يبدو أنه بالفعل هذا أمر واقع برغم أن الدبلوماسية الروسية تصر على إنكار ذلك. يعني استمعنا بالأمس إلى وزير الخارجية سيرجي لافروف وهو يقول أن بلده ليس معزولا وأنه ما زال لدى روسيا الكثير من الصداقات في العالم وهي تشعر بحرية في التصرف بهذا الاتجاه، لكن يعني الوقائع على الأرض تشير إلى شيء والرغبات الروسية تشير إلى اتجاه آخر. من خلال متابعتكم لتطور العمليات العسكرية، هل يسير التقدم العسكري الروسي وفق الخطة التي كانت موضوعة له؟ صحيح تماما. أنا أعتقد أن العملية العسكرية برغم تباطؤها بعض الشيء وبرغم أنها ربما لم تكن تتوقع يعني موسكو درجة المقاومة في بعض المناطق في أوكرانيا وربما كانت تتوقع انهيارا أوسع أو أسرع عفوا سريعا للسلطات الأوكرانية وتطور دراماتيكي على الأرض، لكن برغم ذلك أعتقد أن الأمور بالفعل ميدانيا تسير بحسب الخطة الموضوعة. بالمناسبة هذا الكلام يردده المسؤولون العسكريون الروس وأنا أتفق معه، لأنه حتى الآن نحن نشهد أنه المحور الأساسي للمعارك وهو في مناطق الشرق والجنوب موسكو حققت الإنجاز الأكبر حتى الآن المطلوب من هذه الحرب وهو السيطرة تماما على كل مناطق الجنوب، بحر آزف والبحر الأسود، يعني باستثناء مدينتين ربما تكونان في حكم الساقطتين يعني عسكريا، أقصد ماريوبل وأديسا، ولكن عموما القوات الروسية بدأت تسيطر بشكل كامل على مناطق الجنوب. تم تحرير بين قوسين وفقا للمصطلح الذي تستخدمه الدعاية الروسية، تم تحرير كل مناطق دونباس يعني مناطق الشرق شرق نهر دنيبرا، مناطق الناطقة الروسية والموالية أو القريبة من موسكو التي يقودها الانفصاليون، إذا تم السيطرة عليها بشكل كامل. ما زالت كييف عفوا خاركوف في الشرق وهي تدخل ضمن هذه المنطقة ما زالت لم تسقط، ولكن نشهد هذا يعني تشديد الهجوم عليها. إنما على المحور الآخر الهجوم على كييف أعتقد أنه هدفه ليس احتلال العاصمة بقدر ما هو مواصلة الضغط أعنف ضغط ممكن على القيادة الأوكرانية وتسهيل الأمور من أجل مد السيطرة العسكرية في مناطق الشرق والجنوب. الآن الخارجية الروسية كان لها بيان تضمن جزئيتين، الجزئية الكبيرة كانت تتعلق بالعلاقات
الدبلوماسية التي تربط روسيا مع الغرب، والجزئية الثانية تتعلق بالعمليات العسكرية. البيان قال واثقون من استكمال أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، لكن في نفس الوقت قال بأن العلاقات الأمريكية الروسية وصلت إلى أدنى مستوياتها، ومع ذلك حريصون على إبقاء خطوط تواصل مع الغرب. كيف يمكن فهم تضمين هاتين الجزئيتين في بيان واحد؟ يعني هذا أمر أعتقد أنه واضح تماماً. المحصلة النهائية موسكو نجحت إلى حد ما حتى الآن، إذا لم تستمر هذه الحرب طويلاً وما يوصف بأنه موسكو قد تغرق في مستنقع أوكرايني، فإنه موسكو تكون حققت إنجازات العسكرية المطلوبة في هذه الحرب، بالتالي فرضت أمر واقع جديد وتنطلق منه لتعزيز أي مفاوضات أو حوارات مقبلة مع الغرب. لذلك أعتقد أنه هذا التضمين مباشر، أنه على الأرض هناك واقع جديد، هناك متغيرات يجب أن تؤخذ في بعين الاعتبار عند الحديث عن أي يعني متطلبات العلاقة الجديدة. طبعا العقوبات التي فرضت على روسيا ليست سهلة، هي يبدو أنها طويلة الأمد، وحتى لو انتهت الحرب الأوكرانية غدا هذه العقوبات يعني ستستمر لفترة طويلة كما يبدو، أو على الأقل الجزء الأكبر منها، بمعنى أنه التداعيات على العلاقات الروسية الغربية ستكون كبيرة جدا في المرحلة المقبلة، ولكن موسكو تترك أبواب الحوار مفتوحة. يعني هي قالت بعد إغلاق مثلا الفضاء الجوي الأوروبي أمام الطيران الروسي، قالت أنها ستحاول عدم قطع العلاقات الدبلوماسية. سؤال أخير اسمح لي على المقاطعة فقط لنستفيد من وجودك، معلوماتك حول المحادثات التي ستعقد اليوم بين الجانبين الروسي والأوكراني، هل تم تأكيدها وسقف التوقعات منها؟ يعني مباشرة أقول سقف التوقعات متدني جدا. الجانب الأوكراني يذهب إلى هذه المفاوضات حتى لا يقال أنه ضيع فرصة وهو يواجه حرب، إنما لا يوجد تراجع لدى الطرفين عن الشروط التي وضعت. يعني الطرف الأوكراني يشترط وقف إطلاق النار لتحقيق تقدم في المحادثات، الطرف الروسي وضع شروط بشكل واضح قالها الرئيس بوتين أمام مع نظيره ماكرون مع نظيره الفرنسي، وهي شروط واضحة لا يمكن تحقيق تقدم من دونها. إنما أنه هل تعقد الجولة أم لا، أعتقد أنه الآن الحوار يجري حول مسألة أين ستعقد، لأنه يبدو أن هناك في تباين حول هذه النقطة. شكرا جزيلا على وجودك معنا الصحفي رائد جبر، كنت معنا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو. إذن مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية، ونشير من جديد إلى هذه الصور التي وصلتنا للتو. هذه الصور هي لما قيل بأنه حريق اندلع في مستودع للنفط بمدينة تشيرنهيف شمال أوكرانيا. إذن هذا حريق الآن يندلع في أحد مستودعات النفط في مدينة تشيرنهيف شمال أوكرانيا. هذه الصور تم التقاطها قبل قليل ونعرضها لكم للمرة الأولى. كانت روسيا دأبت على استهداف مستودعات النفط في عدد من المدن، وقيل بأن هذه العمليات تهدف إلى قطع إمدادات الوقود عن القطع العسكرية التي تشارك في التصدي للقوات الروسية.
اتهمت الولايات المتحدة روسيا بشن حرب شاملة على حرية الإعلام خلال حجب منافذ الإعلام المستقلة ومنع الروس من سماع أنباء غزو أوكرانيا وفق تعبيرها. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أن الحكومة الروسية تضيق أيضا على منصات تويتر وفيسبوك وإنستغرام التي يعتمد عليها عشرات الملايين من المواطنين الروس للوصول إلى المعلومات. وأضاف البيان بأن روسيا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أيضا للتواصل مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي. وانضم إلينا من مدينة بون الألمانية الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. أهلا بك دكتور جاسم. بداية أود أن أسمع منك تعليق على خبر عاجل أوردناه قبل قليل يتعلق بما أعلنته ألمانيا من نتها تزويد أوكرانيا ب 2200 صاروخ مضاد للطائرات. كيف يمكن فهم هذا التحول في الموقف الألماني من الحرب الروسية في أوكرانيا؟ هنالك تحول كبير ونوعي في السياسة الألمانية على مستوى السياسي وكذلك الأمني وكذلك الدفاع. أجد أنه المستشار الألماني في هذه الخطوة هو يقلب الطاولة على روسيا، وكذلك هنالك تغيير أو منعطف في السياسات الأمنية والخارجية إلى ألمانيا. ألمانيا يعني اتخذت هذا القرار وهو أيضا بإرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا. ما عدا ذلك هو اتخذ المستشار الألماني أيضا سياسة رفع الإنفاق العسكري إلى 100 مليار، وكذلك أيضا إرسال أسلحة أخرى إلى أوكرانيا، وإرسال أيضا قوات قتالية داخل الناتو إضافة إلى فرقاطة وكذلك ربما 1000 جندي. هذه جميعها هي أخرجت بصراحة ألمانيا من سياسة شبه حيادية على وزن أو على غرار سويسرا الكبرى وربما على الدول المحايدة، برغم أنها لم تكن الدولة على الحياد، لكن كان هنالك ضبط في الدستور الألماني بأنها لا ترسل قوات قتالية إلى الخارج. هذا تغيير جديد، وهذا يعني بأن ألمانيا وكذلك دول أوروبا تشهد منعطف جديد في علاقاتها في سياسات الخارجية، وخاصة لو تحدثنا عن السياسات الخاصة في هو الرئيس المجري قال بأن أوروبا تعتمد بشكل كلي على الولايات المتحدة في موضوع سياسة الدفاع، وهذا يثير تساؤل كبير بأنه هذه الحرب الروسية في أوكرانيا هل ستدفع هذه الدول وعلى رأس ألمانيا لإعادة النظر في علاقتها واعتمادها حتى يعني اعتمادها الدفاعي على الولايات المتحدة يجعلها أيضا أسيرة القرار الأمريكي؟ إلى أي مدى هذا التوصيف دقيق؟ التوصيف هو صحيح، بأن يعني في زمن إدارة ترامب السابقة كانت هنالك ضغوطات على دول أوروبا وخاصة على ألمانيا، وفي إدارة بايدن أيضا كانت هنالك ضغوط أن تنهض دول أوروبا في سياساتها الأمنية والدفاعية وتصعيد إنفاقها إلى 2% من الناتج القومي. ما يحدث الآن هو نهوض دولة ألمانيا وكذلك الدول الأوروبية ناهيك عن الحرب في أوكرانيا. وما قبل أوكرانيا كان هنالك توجه قومي أوروبي إلى النهوض في قوة أوروبية وتأسيس جيش أوروبي أو ربما كتاب أوروبية موحدة. دول أوروبا ما زالت هي تحت حماية مظلة الناتو، لكن هي وجدت بأن موقفها السياسي والدبلوماسي ضعيف في الخارج، والموقف الدبلوماسي والسياسي يحتاج من دول أوروبا بصراحة أن يكون الداعم عسكري وأمني، ولذلك هي تبحث عن الاشتراك في مناطق النزاع بقوة عسكرية. لكن تبقى هناك نقطة ضعف لدى ألمانيا، اعتمادها بشكل كبير على مصادر الطاقة من روسيا، ونحن نتحدث الآن أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بنسبة 8% بسبب الحرب في أوكرانيا، وأسعار خام برنت تلامس 120 دولارا. إلى أي مدى ستبقي ألمانيا عينا على أسعار الطاقة الغاز والنفط، وإلى أي مدى سيجعلها هذا الأمر
تعمل بشكل أكبر على تنويع مصادر الطاقة لكي تستقل أيضا ولا تكون أسيرة لروسيا. الطاقة بالنسبة إلى ألمانيا عامل مهم، هي تعتمد على الغاز الروسي بنسبة 55%، وهي أكبر دولة أوروبية تعتمد على الغاز الروسي. تعليق وربما إيقاف نورد ستريم 2 يعتبر كارثة اقتصادية إلى ألمانيا بعد أن خرجت من جائحة كورونا. الألمان يحتاجون الغاز، ولكن المشكلة الأكثر تعقيدا بأن ألمانيا تعتمد على غاز الأنابيب، ولذلك كانت تعول كثيرا على نورد ستريم 2. ما أما إيجاد بدائل، فحتى كان هنالك بدائل بإرسال السفن محملة بالغاز كان يصعب على ألمانيا استلامه، كون ألمانيا لحد هذه اللحظة لا تملك موانئ لاستلام الغاز، وهذا يعني بأن ألمانيا أصبحت تعاني من ضائقة في موضوع الطاقة، وسوف تتفاقم أكثر، وبدون شك هو يؤثر أكيد على الرأي العام كذلك على اقتصاد ألمانيا. فإذا إيجاد بدائل الغاز الأمريكي كان هو أحد البدائل، لكن الأسعار التنافسية هو ربما أكثر من 5 أضعاف من السعر الروسي. هنالك أيضا خيار من قطر، ولكن كما ذكرت بأن ألمانيا لا تستطيع استلام هذه الشحنات، يعني السفن القادمة، لأنها لا تملك، لا يوجد بنية تحتية مستعدة لهذا الأمر، وبالتالي هذه الخطط تحتاج ربما لسنوات قادمة. وعلى كل حال أنا أشكرك حتى الساعة على وجودك معنا الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، كنت معنا مباشرة من مدينة بون الألمانية. الآن نتحول إلى فاطمة ومتابعة لآخر تطورات الأسواق والتحديث على الأرقام على وقع ما يحدث في أوكرانيا. تفضلي فاطمة. شكرا لك إبراهيم. مشاهدينا نلقي نظرة الآن على أسعار النفط التي تسجل ارتفاعات قوية. برنت عند $119 مباشرة، نرى هذه الأرقام إذن على الشاشة إذا أمكن. في ظل اشتداد الحرب في أوكرانيا من قبل روسيا، برنت الآن عند $117 بعد ما كان لبس مستوى $119، ونايمكس أيضا يرتفع فوق مستوى $115، مستويات لم نراها منذ قبل 2014 في ظل الاضطراب القوي الذي يضرب قطاع الطاقة عالميا. روسيا تصدر حوالي 8 مليون برميل يوميا إلى سوق النفط. ولائحة الشركات التي تقطع علاقتها بروسيا تطول، آخرها كانت شركة التجزئة H&M التي أعلنت وقف مبيعاتها في السوق الروسية. أكدت شركة ألكوا أيضا أكبر منتج للألمنيوم في الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن بيع منتجاتها إلى الشركات الروسية، وستعمد إلى وقف مشتريات المواد الخام من البلاد ردا على العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا. وبدورها أعلنت شركة تكنيك إنرجيز عن توقفها عن العمل على الفرص التجارية المستقبلية في روسيا في ظل العقوبات الغربية الجديدة مع تضييق الخناق المالي على موسكو. أكد أيضا بنك سيتي جروب أنه معرض لخسارة ما يقارب $4 مليار بسبب انكشافه على روسيا، مشيرا إلى أنه أكثر عرضة للتأثر بالعقوبات الغربية على موسكو من باقي البنوك الأخرى. على كل، قبل قليل أيضا بنك جي بي مورغان يقول أن البنك معرض، بالطبع الكثير من البنوك المالية معرضة إلى ديون أو منكشفة على ديون كبيرة روسية. البنك المركزي الأوروبي أيضا علق نشر سعر صرف اليورو روبل وفقا لبيان صادر عن بنك إيطاليا. يأتي ذلك نظرا لظروف السوق الحالية وعدم قدرة المركز الأوروبي على تحديد سعر الصرف مع توجه الروبل لتكبد خسائر لليوم الثالث على التوالي وسط الغزو أو الحرب الروسية الأوكرانية. يشار إلى أن سعر الصرف الأخير لليورو روبل قد تم نشره في الأول من مارس الماضي. فطبعا الروبل انهار بشكل واضح الآن، لاحظوا كم دولار لكم روبل لشراء الدولار، 103 تقريبا. ويبدو أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا لن تؤثر على قرار الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة،
إذ أيد رئيس الفيد جيروم باول رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط في الاجتماع المقبل الذي سينعقد في منتصف هذا الشهر. باول قال أثناء الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس إنه إذا لم يتراجع التضخم واستمر في الارتفاع فإنه سيتم التحرك بقوة لرفع أسعار الفائدة بأكثر من ربع نقطة مئوية في اجتماع واحد أو في اجتماعات عدة. وعن تأثير العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي قال رئيس الفيد إنه من السابق لأوانه استنتاج هذا التأثير، لكنه أقر بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستعيد ترتيب العلاقات الدولية وتشكيل اقتصادات أوروبا الغربية. إغلاقات وول ستريت يوم أمس كانت مرتفعة على خلفية كلمة جيروم باول التي دفعت المستثمرين بعودة لأخذ المخاطر، ولكن حالة الخوف مؤشر التذبذب والفيكس يشير لنا أنه نحن نتحدث عن حالة عدم استقرار في الأسواق الأسهم من حيث التداولات. العملات الرئيسية لازلنا نراقب اليورو دولار، اليورو يتراجع لجلسات متتالية سواء مقابل الدولار أو حتى مقابل الدولار الأسترالي على خلفية أن الاتحاد الأوروبي أكبر المتضررين جراء عزل روسيا ماليا واقتصاديا وحتى من حيث الطاقة. أسواق أوروبا أيضا تفتتح على ثبات بعد تسجيلها بعد الارتداد يوم أمس بإغلاقات الجلسة الماضية. تنضم إلي الآن زميلتي من لندن كارينا كامل. كارينا أهلا بك. بداية نراها بعض الشيء ثابت على الأسواق، لماذا؟ صحيح فاطمة، نذكر هنا تصريحات جيروم باول التي أعطت نوع من الدعم بالنسبة للأسواق، وهناك ارتفاعات أيضا تدعم مؤشر الفوتسي تحديدا على أسهم شركات النفط والتعدين، وهذه الأسهم تواصل المكاسب التي شهدناها منذ عدة جلسات هنا في لندن. الارتفاعات الأكبر مثلا من نصيب شركة غلينكور التي ترتفع بأكثر من 6%، أسهم شيل وبي بي مرتفعة أيضا منذ فترة، وطبعا ذلك على خلفية ارتفاعات أسعار النفط. بولي ميتال طبعا هي من الشركات الكبيرة، شركات التنجيم الروسية المدرجة هنا في لندن، ملفت أنه هذا السهم يتراجع ب 20%، ونذكر بطبع أن البورصة الروسية لا تزال مغلقة. حول المنطقة الأوروبية البنوك الفرنسية تعود وترتفع، كريدي أغريكول، بي إن بي باريباس، سوسيتي جنرال، وطبعا أرسلور ميتال أيضا، كل شركات التعدين تستفيد مع الارتفاع الحاد الذي شاهدناه على أسعار المعادن. ولا ننسى أيضا أنه ما قاله يوم أمس جيروم باول السوق اعتبره إيجابي، لأنه أولا هو أكد أن الفائدة سوف ترتفع في الاجتماع القادم بعد أسبوعين، ولكن بواقع 25 نقطة أساس وليس بواقع 50 نقطة أساس، فبالتالي الأسواق تقريبا استبعدت هذا السيناريو تماما ال 50 نقطة. ولكن في نفس الوقت أيضا يعني هذا كان ما كان لين في تصريحاته، ناحية أخرى هو قال أنه الفيدرالي ماضي نحو تطبيع السياسة النقدية، لأنه الاقتصاد قادر على مواجهة ذلك، وأنه هذا يعني يتوجب على الفيدرالي تطبيع السياسة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المستهلكين. فمن ناحية كان في تشدد ومن ناحية في اليورا فتوازن، وهذا كان إيجابي بالنسبة للأسواق. نحن نتحدث أيضا عن تصريحات صادرة من عدد من الأعضاء الآخرين سواء كان جيمس بودرد أو تشارلز إيفنز، توجه واضح لتطبيع السياسة النقدية. معنى ذلك فاطمة أن كل ما يجري على صعيد التطورات الجيوسياسية والارتفاع الحاد في التضخم، بيانات السي بي آي الأوروبية يوم أمس لم تغير المعادلة تماما بالنسبة للبنوك المركزية، ولكن عدلت ربما وتيرة رفع الفائدة وسرعة الرفع كذلك. كارينا، كنا بالطبع نترقب أنه البنوك حيكون لها أوتلوك إيجابي في ظل رفع أسعار الفائدة لهذه السنة. جي بي مورغان الآن يقول وينضم إلى سيتي جروب أنه الكثير من البنوك سوف تواجه تخلف في سداد الديون الروسية، والرقم والسؤال هنا بالطبع ما هي الأرقام ليست واضحة، ولكن كيف هي الحركة على الأسهم المصرفية؟ المصارف الفرنسية على الأقل مرتفعة وبقوة في جلسة اليوم، يعني المكاسب الأكبر في السوق الفرنسي ملفتة لكريدي أغريكول، والسؤال الآن هو إلى أي مدى البنوك الأوروبية منكشفة على الاقتصاد الروسي، يعني هذه هي الخطورة. نحن تحدثنا عن عدد من البنوك، أعلنت مثلا HSBC أنها أوقفت أعمالها، بنوك نمساوية مثلا أيضا لديها انكشاف كبير على السوق الروسي، يعني تأثر هذه البنوك سيكون على صلة بما مدى انكشافها على الاقتصاد الروسي بشكل كبير. وعلى هذا الصعيد لا ننسى أنه نحن نتحدث اليوم عن حذف الأسهم الأوروبية من مؤشرات عالمية سواء كان MSCI أو فوتسي راسل. ما معنى ذلك؟ هو أولا أي شخص يعني يمتلك هذه الأسهم غير قادر في التحكم فيها أو استغلالها بأي شكل سواء كان بيع أو شراء، ولكن في نفس الوقت الباسيف والاكتيف فاندز يعني صناديق الاستثمار التي تستثمر في هذه المؤشرات سواء كان فوتسي او MSCI لن تستثمر في الاسهم
الروسية، وهذا سيؤدي إلى تخارج كبير لرؤوس الأموال، وأصلا كنا شاهدنا بالطبع تخارج كبير لرؤوس الأموال المختلفة، فالمزيد من العزل الاقتصادي لروسيا. وطبعا هنا في لندن كذلك هناك جالية كبيرة من الروس، وبدأنا نسمع تقارير أنه هؤلاء الأشخاص حتى خارج روسيا بدأوا يتأثروا، لأن مدخراتهم طبعا إلى حد كبير في البنوك الروسية ومسعرة بالروس. نعم كارينا كامل من لندن، شكرا جزيلا لك. توقع نيل ويلسون كبير المحللين في markets.com أن تستمر أسعار النفط بالارتفاع في الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع الطلب على الطاقة خوفا من تأثر سلاسل الإمداد. Yeah, I think we're bound to see more. I think undoubtedly that has to underpin further strength in crude. I don't know to the extent to which the market pricing right now today is front running that slightly. You never quite can tell, but I would expect that it certainly looks like prices can go a lot higher. At the moment with the way that it's sort of backwardated in the front month is so far above the some of the back months, it does seem that people are just trying to get hold of barrels right now, and they're just trying to get in there because they're fearing immediate disruption to supply. And I think the immediate fear is that not only is there self-sanctioning going on, and that's going to continue, whether it's traders or the banks that they work with, or the ports, even whatever it happens to be, that there's a lot going on there. But ultimately, I think there's a fear that Western governments are going to be driven into a kind of corner where consumer voters are really taking quite hard line against Russia right now in the West. So there's a lot of clamor for more sanctions. So the governments are kind of having to respond not just to what they think is the right decision geopolitically and tactically, but also their voters. You know, they don't want to be seen to be too soft. And I think in the UK, that you've got the Labour Party calling for a no-fly zone. Which is sort of slightly bemuses me, but that indicates the drift that we're seeing. And I think the direction of travel, and you're seeing that Canada's already, it's a symbolic step for Canada, of course, to ban Russian exports. America also going down that line, I think, again, pretty symbolic, really. But I don't know whether Europe actually gets to the point of banning it, but there could be so much clamour among the electorate to do that, that they simply have no other option. عودة الآن إلى إبراهيم واستكمال التغطية الميدانية للحرب ما بين أوكرانيا وروسيا. شكرا لك فاطمة. إذن أعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي أن مليون لاجئ أوكراني فروا من بلدهم منذ بدأت القوات الروسية هجومها قبل أسبوع على أوكرانيا. ووثقت كاميرا العربية أوضاع اللاجئين الأوكرانيين داخل أحد ملاجئ بعد رحلة شاقة من الداخل الأوكراني. في هذا الحال وصل قبل قليل إلى هذا المأوى أو هذا المكان أو هذه الصالة التي حولت إذا صح التعبير إلى مكان راحة على الأقل للذين وصلوا وقطعوا مسافات. نشاهد أطفال على هذا الدرج وهم طبعا فرحون للوصول إلى هنا، وقد قضى الكثير منهم ساعات طويلة على الطرقات، منهم من أتى من كييف ومن مدن أخرى أوكرانية، وكانت المسافة لا تبعد كثيرا عن رومانيا، ولكن الانتظار على النقاط الحدودية قد يكون صعبا ويطال لساعات.